على مر العصور عملت المرأة تدريجيا في كثير من الأعمال المهيمن عليها من قبل الرجل. على الرغم من ذلك، ما زال وجود المرأة في الأعمال ذات السلطة والمكانة العالية ضئيل نسبيا. حتى في الأعمال الحرفية لا زال الرجل سيد الموقف. أكثر شيء بأي خاص المجتمع اللي إحنا فيه كعرب، أي إيش مهنة بدك تدخلها لازم تدخلها شاب الأول، بعدين المرأة تخوضها. أما بالنسبة لحصة المرأة من مجموع العمالة فهي ما زالت غائبة بشكل ملحوظ بين المشرعين وكبار المسؤولين والمدراء والحرفيين وفي المجالات العلمية والتقنية. على النطاق العالمي تحتل المرأة 20% من المناصب الإدارية العليا، 8% من مناصب الإدارة التنفيذية، 13% من الوظائف في المجال العلمي، و 17% فقط من مقاعد البرلمان. واحدة من المشاكل اللي أنا واجهتها أول ما أجيت على الأردن أنه أنا بدور بدي أشتغل مع قناة فضائية مراسلة، بس بشوف أنه معظمهم زلام، أو هم نفسه الشغل القناة بتدور على زلمة، بتفضل الزلمة لأنه بيقدر يروح أي منطقة، ما في إشي بقيده، بيقدر يغطي أي قصة. 95% من النساء العاملات في الأردن يقتصر عملهن في الوظائف الحكومية، في التعليم والصحة، ووظائف الخدمات الاجتماعية. هذه علامة واضحة على الفصل الوظيفي بين الجنسين وعلى هيمنة جنس واحد في العديد من المجالات والصناعات. وبالرغم من عدم وجود عامل رئيسي يؤدي للفصل الوظيفي، إلا أن بحوثاً مختلفة حددت العوامل التالية وراء هذه الظاهرة. تقسيم الأعمال حسب الجنس، حيث أن أقدم تقسيم للأدوار في المجتمعات كان يعتمد على الجنس، وفيه تكون رؤية المسؤوليات الرئيسية للنساء مرتبطة بنشاطات البيت والعائلة، أما أدوار الرجال فتكون في المهام الغير منزلية كالأعمال المرتبطة بالاقتصاد. أما العامل الثاني فهو فروقات التعليم، فعلى الرغم من تفوقهن العلمي إلا أن أغلبية النساء لا يخترن المهن والمجالات المهيمن عليها من قبل الرجال كالعلوم والرياضيات، مما يؤدي بالنتيجة إلى غيابهن عن هذه المجالات. وأخيراً الفروقات في الخبرة العملية، لأنه من المرجح أن تترك النساء الخريجات أعمالهن لفترة محددة لتربية الأولاد. الفصل الوظيفي يؤدي إلى الفكرة السائدة بأن الرجل متفوق على المرأة وبأنه أجدر بالسلطة منها، والأسوأ من ذلك أن الفصل الوظيفي يؤدي إلى فروقات غير عادلة في الأجور، ففي أكثر الأحيان تتقاضى المرأة أجراً أقل من الرجل حتى إذا شغلوا نفس المنصب. مجال الطيران من أول ما بدأ، بالعشرينات خلينا نقول لما صار، من أول ما بدأ وكان في سيدات يعني عم بيطيروا، فمش من ناحية قدرة ما بوافق أبداً، ما بوافق إنه يكون بس للرجال. على الرغم من كل الصعاب تنجح الكثير من النساء في عالم الرجال هذا. نسرين شمالي ريبورتينج فروم عمان. مساء الخير، كيف حالكم؟ شغال هذا الثاني؟ صار لي كابتن سنتين بالملكية الأردنية على الامبير 195 وال 175، بس صار لي بشتغل مع الملكية 12 سنة. طيب يلا ستاند باي.
درست صحافة وإعلام في دوبون يونيفرسيتي في إنديانا في أمريكا، وبعد ما تخرجت اشتغلت فترة صغيرة بواشنطن دي سي بمجال الإعلام، وبعدين اجيت على الأردن قبل 7 سنين وصار لي 3 سنين مع الجزيرة، بس عمري ما اشتغلت إشي إلا إعلام. أول شيء أنا كنت بحاجة للشغل، فكان موقع الشاغر الوحيد الموجود إنه قسم ملحمة. بدأت تتعود من الشباب إنه كيف تقطيع اللحمة، القطعة تفريقها عن بعضها، هاي إيش هاي دي إيش، هاي دي ناعمة، هاي من أي منطقة، هيك هيك تتقطع، هاي ممكن هيك تزبطيها، هاي ممكن هيك تبهر. أنا بسافر كتير بشغلي، مش بس بضل بالأردن أو بغطي بس الشأن الأردني. شغلي بطلب مني أني مثلاً أكون مرات في الضفة الغربية، في إسرائيل مرات، في لبنان، غزة ممكن كمان، هدول المناطق كلها يعني أنا رحت عليها واشتغلت فيها. الربيع العربي هو الأكثر إشي منركز عليه بتغطيتنا الإعلامية هلأ، ف واحدة من السفرات اللي حسيت أني غطيت فيها إشي قصة كتير مهمة، لما رحت على العراق قبل 3 سنين رحنا على مخيم الوليد في نص الصحراء قريب عن الحدود السورية. هذا المخيم فيه لاجئين فلسطينيين كانوا ببغداد وبسبب الحرب الطائفية تهجروا من بيوتهم. من زمان طيارة على الأرض؟ ولا نفس وان اور اهلا اهلا تمام كيفك انت؟ اهلا اهلا. هاي الايرباص 320 بتروح على كل يوروب وكل منطقه الخليج، يعني من لندن ل لا لا اكشلي لبومبي لعند للهند. فرحت كل هاي المناطق اللي الملكية بتروح عليها وشمال إفريقيا. بعدين قعدت 4 سنين على الإيرباص 340 اللي هي بتروح على أمريكا. رحت على شيكاغو وعلى نيويورك وعلى ديترويت ومونتريال، وبرضو كنا نروح to the east اللي هي بانكوك وبرضو كولومبو وبرضو بارت كمان مناطق بالهند. أكثر شيء بأي خاصة المجتمع اللي إحنا فيه كعرب، أي إيش مهنة بدك تدخلها لازم تدخلها شاب الأول، بعدين المرأة تخوضها، لأنه راح يعتبرها إنه حتى التاكسي يعني أول ما كان شاب، بعدين صار في بنسوان إنه يسوق شاحنات ويسوق تكاسي وهي الأشياء، فكانوا يشوفوا على التلفزيون على الإم بي سي وعلى الأردن يجيبوا معهم لقاءات زي هيك إنه هذه غريبة إنه المرأة تخوضها، بس بعد ما خضتها صارت إشي طبيعي وعادي وتألفوا عليها الناس عادي. برضو مرحمة نفس الشيء، في كتير بنزيري بيشتغلوا بمولات نفس الشيء، بياخدوا ممكن تقطع الخروف وتعمل وتساوي وتشتغل عادي زيها زي الشاب. ممكن في الشاب او يعني ناس بينظروا نظرة انه غريبة انه يعني انت ما في داعي انك تعملي هيك، بس المرأة نفسها ما بتاخدها انه شكليات، بتاخدها انه شغلة حابة تحترفها وتعملها صح. شي شهر قال انه في 6500 طالب سوري بالمدارس. صح مرات أنا بروح مكان صعب، بيئة مش مناسبة أنا أكون فيها، بس شو بده يعمل الواحد يعني، هذا شغله بالآخر، والمشاهد هو اللي بيحكم وبيعرف إذا أنا فعلا كامرأة بقدر أشتغل نفس الشغل اللي بيشتغله زلمة مثلي. قديش الأعمار هي؟ من 6 سنوات 7 سنوات أطفال يعني؟ أنا بحس أي حدا ممكن يخاف، يعني إذا أنا بمكان وعم بسمع قنابل ولا طخطخة فوق راسي أكيد أنا رح أخاف والزلم اللي زيي رح يخاف. أنا بعرف كتير زلام مراسلين ذكور بخافوا مثلاً يروحوا يغطوا منطقة حرب بنفس الطريقة اللي أنا بخاف منها يعني. في كمان شباب يعني أو رجال هم كمان يعني مش إلهم رح يكون مجال الطيران. في درجات رح يكون كان عند الرجال ولا كان عند النساء. ممكن
هي انه كصعوبه انه انك يعني تحمل اشياء ثقيله كجسم، بدها جهد اكبر. هلا في جسديا وفي نفسيا. مرات جسديا المرأة ما بتقدر تعمل شغل الزلمة، بس في كتير سيدات عم بدفشوا حالهم أكتر وأكتر وعم بثبتوا وجودهم أكتر. أصلا من أهم المراسلين بالعالم أنا والمذيعات سيدات. إحنا كيف بنبدأ؟ بيطلعوا كل الركاب على الطيارة قبل ما نسكر الأبواب بعمل أناونسمنت. حضرات سيداتي والسادة، صباح الخير، قائد الطائرة كابتن كارول ربضي تتحدث إليكم. الأغلبية ما بسمع، ما بيركز على هاي الأناونسمنت، بس في ناس في أغلبية بيركزوا، فبتلاقيني بحكي بكون باب الكوكبيت مفتوحة، فمرات يعني بيجي بفوت واحد بده يعطيني ورقة وأنا عم بحكي مثلا باخده هيك، فبلف وبتفرج، فبكون الناس اللي قاعدين بفيرست كلاس بأول طيارة بكون مثلا هيك بتفرج هيك، وبعدين برجع بتفرج على فوق إنه إيش اللي عم بصير. إذا بحس إنه هم ما بثقوا فيي بصراحة بضحك، يعني أنا واثقة من حالي وعارفة شو اللي عم بساوي، صار لي 10 سنين عندي الخبرة، وطبعاً الشركة كملكية أردنية طبعاً مش رح تسمح لطيار مش قدها زي ما بقوله، مش قدها إنه يطير الطيارة ويكون مسؤول عن الطيارة، فبضحك يعني ما فيش شيء أعمله، ما بقدرش أريحهم غير إنه يعني خلص يعني بدنا نسكر الباب وبدنا نطلع، يعني أكتر من هيك ما بقدر أساوي. بعمل أكثر أنا أفرت إنه تكون الرحلة كتير سلسة، يعني مثلا في غيمة هون إذا بقدر ألف حواليها بلف حواليها عشان ما تطجطج الطيارة، فأنا I try my best إنه to make sure إنه the flight is very smooth، ما يكون في أي مشاكل يعني وما يحسوا فيها الركابة، لأنه الناس بتذكرني يعني بطلع مع مليون كابتن ميل يعني ما مش رح يتذكروا، بس بسمع اسمي بتذكرني. بس الحلو بالموضوع انه بس ننزل من الرحله كثير منهم بيطلبوا انهم يجوا يشوفوني ويسلموا علي وتو ثانك مي فور ذا فلايت، ويعني انه بيحكوا لي انه قديش هم فخورين انه يكون في فيميل يعني كابتن. الثقافة اللي احنا عايشين فيها اللي هي انه الرجل بفضل انه يحكي مع رجل، يعني هلا انا مثلا ككابتن غصب عنهم الموظفين لازم يحكوا معي، لازم يحكي معي ولازم يتعامل معي ولازم هيك. فاول ما بديت هلا كفيرست اوفيسر كمساعد قائد طائرة ما كنت احس فيها، لانه كان اكثرية خلينا نقول الحكي كان يكون مع الكابتن، بس هلا بس لما صرت كابتن صرت احس انه مثلا في ناس بفضلوا انهم ما يحكوا معي، بيحاولوا انهم يتعاملوا مع اي يعني وين الزلمه هيك بدهم، ما انه وين الزلمه عشان يحكوا معه، بس مش صعب الواحد يتخطاها هاي. يعني انا كثير يعني بمزح معهم تعال لهون شو مالك وهيك، بصير احكي معهم يعني وبنشر يعني خلص بياخذوا علي بيتعاملوا معي بطريقه عاديه. أشخاص ما بدي أنتقد، بس حسب البيئة الواحد بيجي منها ما بيفكر عن المرأة غير إنه هي لازم تقعد بالبيت وتتستر وتحترم حالها وتقعد مع أولادها. وفي نظرة كمان بالذات لشغل الإعلام، في ناس لهلا بنظروا للست اللي بتشتغل بالإعلام نظرة مش منيحة، إنه هي بتشتغل لأنه هي تلبس حلو أو عندها شعر وبتفرده أو بتشتغل هذا الشغل بنقوها عشان إشي حلو الواحد يشوفه على الشاشة. لا مو هيك، وأظن في كتير ناس
من الصحفيين الصحفيات المشهورين وشاطرين كتير. دائما هاي الايمج الصوره انه انت بتشتغلي هذا الشغل لانك حلوه او لانه شكلك بيساعدك، هذا كتير مزعج الحكي، يعني انه ببين انه انت بس بتطلع على اللي برا، ما بتعرف انا فهماني ولا مش فهماني، انا محضره حالي بس اجي اصور هذا الاشي، انا دارسه ايش دارسه ايش بقرا ايش بعمل. يعني في مناطق، ما بدي احكي بالاردن، بدي احكي يعني بالعالم العربي بشكل عام، يعني تقريبا ما في احترام للمراه، ما في احترام، سواء انت لابسه عبايه او مش لابسه عبايه، للاسف يعني انا ما بحب انتقد، بس ما في احترام، يعني اشياء بتصير مع الواحد ما بتنحكى، يعني صعب. فانت بدك تقوي حالك، ومرات في اشياء بتصير او بتسمعي كلمه من هون كلمه من هون هي بتجرح. Most of the time and especially with the increase in violence lately. بس بدها شوية self control، يعني إنه الواحد يقدر يتحكم بتصرفاته بدرجة غليانه. من ناحية إني أقلل من أنوثتي، لا بس أوليتها كنت، بعدين لاحظت انه ما في داعي. البنات الجداد اللي بيجوا بلاحظ عليهم نفس الشيء، اول ما يفوتوا الشركه انه هيك عم بيحاولوا، يعني انه بيحاولوا يورجوا حالهم انهم اقوى من ما هم، او خلينا نقول اصلب من ما هم. بس اول ما يطلعوا معي بالطياره بقول لهم اسمع، ما في داعي ابدا تعملوا هيك، انت تعلمتي زيك زي الشاب، وصلتي نفس المرحله ولا كمان بتكوني هون، ما في داعي تثبتي نفسك بهالطريقة، تثبتي نفسك بطريقة إنه بشغلك مش بحركاتك ولا بطريقة تصرفاتك. ما بحسها بتقلل من الأنوثة، لأنها بتعطي الواحد خبرة أيا كانت المهنة اللي هو اللي بيعملها، بتعطيه خبرة، بتعطيه معرفة بالشغل اللي هو اللي بيعملها. أنا بتضايق لما أسمع إنه في بنات وكان عندهم طموح وكانوا شاطرين وكانوا مثلاً أكاديمياً كتير إنجازهم عالي، وبالآخر ما حقق الطموح عشان سبب مش مقنع. فأنا لا، يعني بقول الواحدة تحاول قد ما بتقدر بالبيئة اللي هي فيها تاخد أكتر إشي بتقدر تعمل، أكتر إشي بتقدر تعمل فيه. يعني ما بتقدر تسافر، ما بتقدر تشتغل برا، خلص اشتغلي جوا بلدك واشتغلي 8 ساعات باليوم. قد ما بتتفش، قد ما بتعمل إنجازات، قد ما بتقدر تمدد الحجم اللي جنبها اللي تاخد حرية أكتر. نحن للأسف مجتمعنا لازم المرأة تطالب حقوقها من الرجل صراحة، يعني لا، ليش تاخد حقوقك من الرجل؟ روح خديها لحالك. Thanks. في كثير طرق انه الواحد يعمل هيك، بس انا نصيحتي مش انه روحي اهربي وسوي اللي بدك اياه، لا، الاقناع منيح والاقناع بيزبط، وانت اذا طموحك واهدافك مقنعه انا متاكده انه الناس اللي حواليك رح يقتنعوا. بس تعمل هذول الشغلتين يكون عندك دعم من عائلتك 100%، ويكون عندك ثقة بنفسك إنه أنت 100% عندك القدرة إنك تعملي توصلي هذا الهدف، لأن خلاص. ثالث شيء do it go for it، ما تردي أحد، ما تخلي الناس تشككك باهتماماتك أو تشككك إنه أنت عندك القدرة إنك تعملي شيء مثل هيك. أنا بالنسبة إلي في كتير ناس، يعني حتى جدتي الله يرحمها، جدتي قالت لي شو بدك تروحي، بدك تطيري ورايحة وجاي من بلد لبلد، وتبطل الناس رح تعرفك ورح تنساكي وما بعرف ايش. يعني كتير وصلني، يعني كتير يعني من ناس حتى من عائلتي، يعني من قراب علي، عمام، كتير ناس لحد هلا بيقولوا لي ما بتخافي؟ طب ليش يعني ما يعني بيحاولوا انه يخففوا او يشككوني منها. بس الواحد لما يكون عنده ثقة بنفسه مش رح يهمه،
يعني رح يسمع هاي الأشياء، وحتى لما بسمعها بالنسبة له مش صعوبة يعني هاي ولا تحدي يعني.